تحفيز مدير الكره للنادي الاهلي، ببارك لك كابتن سيد، سوء توفيق بيقابل النادي الاهلي من اصابات، مجهود كبير بيبذل، لكن بشكل عام النهارده بنشوف المباراه ازاي واصرارنا ان احنا نحقق النتيجه دي. ازيك يا كابتن سيد؟ الحمد لله. طبعا يمكن برضو ما زلت بقول ان احنا في مرحله صعبه جدا ومحتاجين شغل كتير جدا جدا جدا، شغل في داخل الملعب وشغل خارج الملعب ان شاء الله الرحمن. ف يعني مكسب كويس وكل شيء، لكن برضه محتاجين شغل يعني. اتكلمت معاك يا كابتن سيد مع اللعيبه، الكابتن يوسف وانت بالذات، يمكن انت بخبراتك الكبيره يا كابتن سيد، والحديث مع اللعيبه بيبقى فيه فارق كبير، لان الجانب النفسي اتكلمنا عليه اكتر من مره بيفرق كتير قوي مع اللعيبه. طبعا بس انت في الاخر برضه عندك ظروف صعبه جدا، يعني حتى زي ما انا قلت، يعني من اول ما اشتغلنا قلت في ثلاث محاور بتشغل عليها لعيبه دلوقتي، واللعيبه بترجع من اصابات واللعيبه يتم تدعيمها، لكن في النهايه بتشتغل على الواقع او التاريخ اللي انت فيه يعني. فمهم قوي ان احنا نكسب، الفوز بيبقى صعب انا عارف كده، والمرحله اللي جايه برضه مش سهله، صعبه جدا، محتاجه قلب جامد جدا جدا جدا، محتاجه قوه جامده جدا، محتاجه قوه في الشخصيه كمان وفي التحمل، هتتعرض لحاجات وممكن تبقى مش موفق في حاجات زي النهارده مثلا، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كان مكسب مهم جدا بالنسبه لنا يعني. الفتره اللي جايه ولسه عندنا مباراه افريقيا يا كابتن سيد، انا عارف ان الجو برد طبعا كده، بس شايف الفتره اللي جايه ازاي؟ عندنا طلائع الجيش ثم كمان مباراه الاثيوبي، طبعا بطل اثيوبيا، بتشوف الامر ده ازاي؟ لان التلاحم بدا خلاص يا كابتن سيد. خلاص هي المرحله كلها لحد 29/12 اللي جاي، عندنا كان عندنا 9 مباريات، خدنا منهم 3، لسه فاضل 6، نتمنى يا رب ان احنا نحقق فيهم نتائج مقبوله ومعقوله على المستوى الاداء، يعني ان شاء الله الرحمن الامر يتحسن احسن من كده كمان، لكن في النهايه يعني احنا مش الموضوع مش هيبقى بين يوم وليله يعني، هكذا ياخد وقت زي ما قلت، في شغل داخل الملعب وفي شغل خارج الملعب، ويا رب ان شاء الله الرحمن لحد ما نوصل لاخر الشهر ده باذن الله تكون الدنيا كويسه معانا باذن الله. طول عليك الاخوه، منك رساله لكل لعيبه النادي الاهلي، مرحله مهمه، تحديات كبيره جدا بتقابل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، كابتن سعد ابو حفيظ ممكن يقول لكل اللعيب؟ اقول دي مسؤوليه كبيره، واقول علينا مسؤوليه كبيره، واقول للعيبه اللي موجوده في الملعب مسؤوليه كبيره، يعني علاجها الوحيد ان انت تبقى بقلب جديد جدا وبروح عاليه جدا جدا، في حاجات كتير جدا ممكن يتم علاجها بالروح وبالاصرار، حاجات كتير قوي ممكن تتجاوزها برضو بالقلب والاصرار وقوه الشخصيه، يعني هتقابل صعوبات في الفتره اللي جايه، احنا مقرين بكده وعارفين بكده، مش هننكره يعني، لان انت في النهايه يعني انت راجل بتتكلم بالواقعيه يعني، لكن شخصيه الاهلي وروح الاهلي هي السلاح اللي عندك دلوقتي في الوقت الحالي يعني. رسائل بقى لكل الناس، يعني انت في الاول والاخر يعني بتتكلم في النطاق بتاعك، الناس بتاخدك في حتت تانيه كتير غير اللي انت تقصدها او اللي تعنيها، لكن في النهايه اللي عايز يفهم يفهم يعني، حتى الراجل اللي هو على طول بيطلع ده يعني اهدى شويه، الليله لسه طويله والسنه لسه طويله، واحنا هنروح من بعض فين يعني، انت موجود معانا واحنا موجودين معاك، السنه طويله جدا يعني، لكن في مستوى في الكلام، وزي ما في مستوى في التاريخ وفي الالقاب وفي البطولات، في كمان في مستوى في الكلام يعني اللي عايز اقوله يعني، فممكن تقول كلام يعني مع النادي الاهلي انت ما تقدرش تنفذه، زي ما بتحلم احلام برضو ما تقدرش تعيشها يعني، لكن في النهايه احنا مقرين على شغلنا ومقرين على واقعنا وبنتعامل معاه وهنتعامل معاه، ومصر برضو ان احنا لحد ما يجي شهر اغسطس باذن الله تعالى نكون ابطال للدوري باذن الله، هنشتغل على كده مع لعيبه لازم روحها تبقى اعلى من كده بكتير يعني، كان اتكلمنا بين الشوطين واصرينا ان احنا نوصل رسائل بين الشوطين، كانت الاستجابه موجوده في الشوط الثاني، ربنا ادانا في الشوط الثاني رغم ان الشوط الاول ممكن يكون عدد فرص اعلى يعني، لكن هي كده يعني، سلاحك الوحيد هي شخصيتك وروحك في الوقت الحالي. كده ما بتنزعجش من الهجوم عليك يا كابتن سيد، انا عارف ان انت يمكن بتحط كل الامور دي وراك، بتحط النادي الاهلي قدامك، ما بتنزعجش من الامور خلال الفتره اللي فاتت دي؟ لا يعني خلاص، انت اللي بيشتغل الشغلانه ديت يعني بيبقى عارف كويس جدا ان في بعض الاوقات هتعجب ناس وفي بعض الاوقات هتنتقد في ناس، ما عنديش مشكله خالص يعني، الامر سيام يعني ما بين ده وده، لكن في المدح او الذم، لكن في النهايه طالما ما فيش تجاوزات او تجريح ما عندكش مشكله اطلاقا، حتى لو حد قال لك ملحوظه في حياتك او ملحوظه في شغلك وتكررت من حد تاني، لابد ان انت تاخد بالك منها يعني، لكن في واحد بتطلع يعني منه الحاجات ديت يعني، مش عايز اتكلم عليه كتير، لكن في النهايه انا قلت له المسج يعني الليله طويله والسنه كتيره جدا جدا جدا، خليك هادي، خليك بارد جدا يعني، هتنفعل كتير، يهمنا ان انت تكون موجود اصلا، ما تبقاش بعيد يعني، وزي ما قلت يعني انت لو الكلام مع النادي الاهلي ما تقولش كلام ما تبقاش قده، وفي نفس الوقت ما تحلمش حلم ما تعرفش تعيشه يعني. الف مبروك يا كابتن، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد ابو حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، فوز كان هام جدا.